شكرا عمر، كل التحية ليك ولمشاهديك الكرام ولجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. أود أيضا أن أوجه التحية لزملائي فريق عمل قناة النادي الأهلي وزملائي الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمركز الإعلامي بالنادي الأهلي وإدارة الإعلام الحقيقة لحرصهم على التواجد معنا منذ الساعة الثالثة عصرا تقريبا وحتى الآن لمتابعة أعمال اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الجلسة الدورية والتي كانت محددة سلفا منذ أسبوع. هذه الجلسة مفتوحة ومستمرة لاستكمالها إن شاء الله في وقت قادم سوف يحدد لاحقا. زي ما حضراتكم عارفين أنه مجلس إدارة النادي الأهلي يعبر عنه المتحدث الرسمي للنادي من خلال البيانات اللي بيصدرها أو الإطلالات الحقيقة اللي بنقوم بيها مع بعض القنوات أو المركز الإعلامي للنادي بتوجيه من مجلس إدارة النادي الأهلي. في هذا الإطار النهاردة عندنا مجموعة من القرارات كالمعتاد وفي إطار سياسة النادي الأهلي بنضع جمهور النادي الأهلي وأعضائه الحقيقة في الصورة بأهم القرارات اللي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة. هبدأ بقطاع كرة القدم، والحقيقة أنه مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد قرار الجهاز الفني ولجنة الكرة بشأن الموافقة على بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم وليد أزارو والاستمرار في التفاوض بشأن بنود العقد. يعني مجلس الإدارة أخذ قرار نهائي بالموافقة على بيع وليد أزارو والمضي قدما في توقيع العقد طبقا للمفاوضات وتحقيق طبعا المبلغ المالي اللي هيطلبه النادي الأهلي. رقم 2، أيضا مجلس الإدارة اعتمد توصية مهمة جدا للجنة تحديث حضور الجماهير ونظم بيانات الجمهور كرة القدم الخاصة بحضور المباريات. حضراتكم عارفين أن النادي الأهلي ومجلس إدارته حريصين كل الحرص على تواجد جماهير كرة القدم عامة وجمهور كرة القدم للنادي الأهلي خاصة في كل الأحداث والمناسبات الرياضية. كان في لجنة تم تشكيلها بعد وقعة مباراة منانا الجابوني الشهيرة، يعني زي ما حضراتكم عارفين مشكلة برئاسة المهندس خالد مرتجي ومعاه السادة أعضاء مجلس الإدارة طارق أنديل ومهند مجدي ومحمد سراج بالإضافة للمدير التنفيذي الكابتن محمد مرجان. اشتغلت الحقيقة ورست العطا على شركة نظم خاصة علشان تحدث السيستم الإلكتروني الخاص بحضور المباريات، وأصبح هذا النظام جاهز وبيعتمد الحقيقة على تسجيل مسبق واستخراج كارنيه لحضور كل الفعاليات. يعني حتى المشجع اللي عاوز يحضر جانب من تدريب للنادي الأهلي أو مباراة في كرة السلة أو الطائرة مش بس كرة القدم لابد أن يكون له يعني بيانات كاملة في قاعدة بيانات النادي الأهلي ولديه كارنيه بيحضر به المباريات. هذا الموضوع كان محل حوار مطول بين الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لما قام بزيارة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف عودة الجماهير. الحقيقة ده هدف استراتيجي مجلس إدارة النادي الأهلي بيضعه نصب عينيه بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، وبنتمنى أنه هذه الجهود تكلل بالنجاح لأن احنا دايما بنقول أن الكرة للجماهير. غابت الجماهير فترة كبيرة عن المدرجات وده أثر على صناعة كرة القدم وعلى متعتها الحقيقة وسبب خسائر كبيرة لكل الأندية الجماهيرية مش بس للنادي الأهلي، وإن كان النادي الأهلي هو أكبر المتضررين من عدم حضور الجماهير. بنتمنى أنه تنجح هذه الجهود في عودة جماهير كرة القدم اللي إن شاء الله تكون ملتزمة بما يليق بالشكل الحضاري لمصر وللأندية المصرية في هذا المجال. في مجموعة توصيات كده مش عايزين نشغلكم بتفاصيلها لكن كلها حاجات بتصب في مصلحة الجمهور وبتضمن سلامتهم وسلامة المنشآت والحفاظ أيضا على النظام العام. لو تم تطبيقها أعتقد أنه هيكون فيه راحة كبيرة جدا بين الجماهير والأندية وحتى الأجهزة المعنية في الدولة وهي معنية بالتأكيد بسلامة الجماهير. عندنا كمان ما يتعلق بتهنئة حرس الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بتكليف الكابتن رؤوف عبد القادر بتوجيه التهنئة لأبطال النادي الأهلي في اللعبات الفردية اللي شاركوا ضمن البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي فازوا بميداليات ذهب وفضة وبرونز زي دينا مشرف اللي حصلت على الذهبية في تنس الطاولة، السباح علي خلف الله وأيضا لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق. مش كده وبس، النادي الأهلي قرر
دعم وتوفير كل الدعم اللازم لهؤلاء اللاعبين في إطار إعداد البطل الأولمبي، وأيضا تكليف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالتواصل مع الاتحادات المختلفة للنظر فيما يحتاجه هؤلاء اللاعبون من أجل الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، على اعتبار أن ده الحقيقة دور من أهم أدوار النادي الأهلي، وهو إعداد الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية للفوز بميداليات في الأولمبياد. ده فيما يتعلق بكرة القدم. عندنا مجموعة أيضا من القرارات ربما حضراتكم تعرفوا بعضها، اللي ما تعرفوش هنقول لحضراتكم عليه، زي اعتماد تشكيل قطاع الناشئين الأكاديمية. كنا في وقت سابق قلنا لحضراتكم كابتن فتحي مبروك مدير ناشئين ومعاه فريق عمل كبير، كابتن خالد بيبو مدير الأكاديمية ومعاه فريق عمل كبير. أيضا ما يهم جمهور النادي الأهلي، والحقيقة أنا سئلت في هذا الموضوع أكثر من مرة، وافق مجلس الإدارة على بدء إجراءات التقاضي ضد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز والجهاز المعاون له نتيجة التراجع عن إتمام الاتفاق الخاص بتولي مسؤولية الفريق الأول. والمجلس فعلا حول مبلغ مقابل أتعاب تقاضي حوالي 5000 فرنك سويسري للمحامي اللي هيقوم بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي وبدء إجراءات التقاضي. النادي الأهلي لا يتنازل عن حقوقه، الحقيقة كان في عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، بدون سبب وبدون إنذار مسبق تراجع الرجل، وبالتالي من حق الأهلي أن يحافظ على حقوقه وحقوق جماهيره. أيضا تم الموافقة على إعارة أحمد رمضان بيكم لمدة موسم. المجلس أيضا اعتمد ووافق على ضم اللاعب مصطفى البدري لاعب نادي أسوان إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال نهائي بدءا من موسم 2018-2019 مقابل 1.5 مليون جنيه. في لاعب ناشئ كمان الأهلي وافق على ضمه، أو مجلس الإدارة اعتمد قرار ضمه من نادي صيد المحلة، اسمه حسون محمد، ده لاعب كويس قوي من مواليد 2000، يكون ليه مستقبل في يعني قطاع كرة القدم في النادي الأهلي سواء قطاع الناشئين أو الفريق الأول. عندنا مجموعة تتعلق بالمتابعات الخاصة. خلينا ناخد حضرتك الموضوع التسويق. موضوع التسويق النهاردة الحقيقة كان في مناقشة كبيرة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة اعتمد التشكيل الجديد فيما يتعلق بهيكلة إدارة التسويق. حضراتكم عارفين أنه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نجحت في الحصول على أكبر عائد في حقوق البث والرعاية بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى، هذا العام وصلت إلى 1 مليار جنيه وربما تزيد. بذلت الحقيقة إدارة التسويق والإدارات المعنية في النادي جهود كبيرة، واللجنة المشكلة من مجلس الإدارة، صحيح كابتن محمود الخطيب تدخل في وقت من الأوقات بمفاوضات وبعلاقاته الطيبة سواء مع شركائنا في شركة بريزنتيشن أو شركة صلة، ووصل بهذه الأرقام الكبيرة اللي زي ما قلت حضرتك تخطت 1 مليار جنيه. بناء على هذا الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق قدم الحقيقة تصور جديد للانتقال بالأهلي وإحداث نقلة كبيرة والحفاظ على حقوقه التجارية، بيتضمن تقسيم جديد لإدارة التسويق. هيكون في موثق مسؤول عن قطاع كرة القدم، في حد مسؤول عن العلامة التجارية، في حد مسؤول عن خدمة العملاء، والاستعانة بأكفأ الكوادر من أبناء النادي الأهلي والمتميزين أيضا في المحيط أو في المناخ أو في السوق في هذا المجال من أجل الحفاظ على هذا المستوى. مش كده وبس، لا، قفزة كبيرة كمان، لأن احنا بنطمح إلى ما هو أكبر من ذلك، وتعظيم موارد النادي بطرق جديدة وخلاقة ومبتكرة من خلال هذه الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة. لأنه الحقيقة حضراتكم عارفين النادي الأهلي نادي كبير غني باسمه بتاريخه ببطولاته بأعضائه بجماهيره، علامة تجارية كبيرة جدا، هي العلامة الأكبر في الشرق الأوسط ولا نكون مبالغين، وبالتالي من حقه أنه يحصل على أكبر الحقوق من أجل تنفيذ كل طموحات جماهير النادي الأهلي فيما يتعلق بالإنفاق على القطاعات المختلفة الرياضية والإنشائية وأيضا الفروع الجديدة والمشروعات المستقبلية. وحضراتكم عارفين أنه في برنامج طموح لمجلس إدارة النادي الأهلي في إطار برنامج عائلة الأهلي بيتم تنفيذه، بالإضافة إلى موضوع التسويق أيضا موضوع الإنشاءات. حضراتكم عارفين انه 3 فروع الان، المقر الرئيسي والمقرين الاخرين في مدينه نصر والشيخ زايد، بيتم فيهم عمليه تطوير كبيره جدا، وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه بيعمل على قدم وساق من اجل الانتهاء من هذا المشروع. كابتن محمود الخطيب قام الحقيقه
ومع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة وتفقد التطوير في مدينة نصر بالأمس، عملية الأسوار، المنطقة الترفيهية اللي هيكون فيها مجمع حمامات سباحة للأطفال، بالإضافة إلى يعني حديقة جديدة. اللجنة الهندسية تقرر أنها تقدم يعني برنامج زمني بكل أسبوع بحجم الإنجاز والأعمال التي تتم في الفروع الثلاثة، وهتتابع مع المكتب التنفيذي أو هترفع التوصيات للمكتب التنفيذي اللي بيتولاه السيد الأستاذ العمري فاروق، طبعا نائب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وأيضا رفعه لمجلس الإدارة، بحيث أنه الفترة الزمنية تنتهي في غضون 5 شهور 6 شهور طبقا لجدول الزمني، تنتهي كل عملية التطوير في الفروع الثلاثة، ليصبح النادي بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي، وده في إطار أيضا تعهد مجلس الإدارة ببرنامج عائلة الأهلي. عندنا في اهتمام كبير جدا بالتطوير، تطوير المنشآت، اهتمام ولا يعني أقل أبدا إن لم يكن الحقيقة هو الشغل الشاغل الآن لمجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة التسويق، كيف ننمي موارد النادي الأهلي، كيف نستغل اسم النادي الأهلي وهو اسم كبير وعظيم، نادي كبير بجماهيره وكبير بأعضائه وكبير بمحبيه وكبير بأبنائه وبتاريخه وبطولاته، كيف يمكن تعظيم موارد النادي الأهلي اعتمادا على كل هذه المقومات، وبالتالي تم الاستعانة بأكفأ الكوادر زي ما قلت لحضراتكم لتعظيم هذه الموارد.